ما بين القسم والحراسة، هز الدفتر والكراسة وندور في أرجاء الساحة، وندور في أرجاء الساحة. كل شي شبعني هدرة، انت ما باغي تقرا. كل شي شبعني هدرة، انت ما باغي تقرا. وبغيت نبدل هاد النظرة، وبغيت نبدل هاد النظرة. اش هاد الشي يا ولدي، راها بلادك وبلادي. بغينا نكونوا ايد وحدة، انا استاذ اليوم ومعول عليك غدا. انا استاذ اليوم ومعول عليك غدا. لا تنسى القصة منك تبدا، القصة منك تبدا. كيش ما يوصلت شي لك قارو الطار لسي شي دوم براسة. شوف ولدي، حتى دابا راه ما فاتش الحال. فيقانة مع التمنية. الله يسهل يلا يمشي وتل الحصان حولات.
نقدر نحل هذه المعادله هو زيد. سوي أمل أنا تعالي مرحبا. راه الحراسة راه غادي تمشينيش لحد ذاك الباب. كاين رقم جوج فيه حراسة وكاين رقم واحد فيه حراسة. راه بجوج حراسات هذوك تما. سيري لعندهم سيري. تعنف على واحد التلميذ وزيد هاد الغياب يعني ما كاينش اصلا انك ما كتراقبوش ولادكم نهائيا ما خلى ما دار. انا غنشوف لي ورقه الغياب ديالو ونشوف شحال ديال الغيابات عنده. شو الاسم ديالك اولدي؟ شو الاسم ديالك؟ علي مرجاني. علي مرجاني. علي ولدي راه عامر غياب شهر كامل وهو غايب. كيحضر جوج حصص وكيغيب ثلاثه الحصص دائما. دونك السيد اللي تضرب او التلميذ اللي تضرب راه بين الحياه والموت. دونك خاصكم تشوفوا اشنو غديروا معاه لانه راه فات الحد. ما بقاتش غير القضيه ديال الاستفزاز الاساسي ده وانما راه ولات القضيه في التعنيف. شنو المشكل ديال هذا الولد؟ بغيت نعرف شنو المشكل. واش كاين مشكل في العائله عندكم يعني في الدار ولا عنده شي اشكاليه اخرى؟ دونك شنو خصنا نديرو؟ قتلتيني محنتيني قتلتيني لابس واكل شارب مكسي من دون الناس. علاش تدي لي وقت؟ علاش كنت كنتسنى منك هكا؟ انا بغيتك تقرا وبغيتك تكون شي حاجه. انا خليك ليا بك باقي صغير. ما عرفتش الدري سيدي شنو غادي ندير لي. ما عرفتش استاذه. انا غنضطر ناخذ واحد الاجراء معاك
هو انه غادي يدير واحد الالتزام وغتوقعيه وغادي يلتزم به، سينو في حالة تعاود نفس الاشكاليه غنضطروا اننا غندخلوه داك المجلس التاديبي، وفي هاد الحاله هذه الا عاود دار نفس الخطا غادي تطرد ولا غادي يغير ديك المؤسسه ديالو. هذا هو اخر حل ممكن نعطيه، ولا بد خاصك تجلسي مع ولدك وتعرفي علاش كيدير هاد التعليم مع الكلامك وعلاش كيستفز كيستفز الاسئله. هذا راه اخر انذار ليه، اخر انذار ليه، حيت تعاودت المره الاولى وتعاودت المره الثانيه وهاي المره الثالثه، دونك هذا اخر مره. اذا شنو غنديروا؟ واش غادي هذا السيناء سيدنا هو اخر حاجه نقدر نديرها معاك. شكرا، ما كاين حتى شي مشكل، وانت خصك تلتزم، بارك عليك من الشغل، كل مره كتعاود نفس المشكل. سيدنا هضر معايا، ما كنهضر معاك، صافي هذه اخر مره، ماشي دوي معايا، دوي معايا اخر مره غتعاود وغتوقع التزام وغادي تنضبط. المره الجايه غيتشكى منك شي استاذ انا اللي غنتكلف به. تفهمنا؟ تفهمنا؟ وعلي يلا. الو سكسكسو البنات سكسو. الو انا ما كنسمعكش ما كنسمعكش. الو شنو؟ بكي. الا ماتت ماماك حتى حنايا راه في مقام الامهات ديالكم، نتوما راه ولادنا. الصراحه ملي قربنا من هاد التلاميذ وضحت الامور بيناتنا وعرفنا الحاجيات ديالهم، بطبيعه الحال ما كتبقاش ديك العلاقه ديال السلطه بين الاستاذ والتلميذ. كنفكروا استاذ نعتمدوا شي طريقه مختلفه تماما على هاد الطريقه التقليديه اللي كندرسوا بها باش نفهموا كيفاش ولا التعليم، كيفاش تدهور التعليم بهاد الدرجه. فكره رائعه، حتى انا متسوق نخدموا بها. التلاميذ باغيين شي حاجه اللي تسير العصر ديالهم، ماشي العلم وداك الشيء في جهه والواقع في جهه اخرى. صافي معاك اوكي داير لاباس، لاباس عليك عمي الحارس صعدك لاباس مالي. الله يرحم الوالدين وحقهم في بغيت نعزي راه كتقرا هنا انا نزاوب بيه يا هادي ما يدوم حال ابنتي ما يدوم حال، كلشي كنا غنموتوا. ايه راه عزران كيدور نلقى من يدي كيدي.
انا موسي تبارك الله عليك ولدي حمرتي مزيان شكرا السيد. انا بالنسبه ديالي ديك الجمعيه مزيان استفدتي واستفدتي حتى الاصدقاء ديالي شكرا السيد. اسم الجمعيه مؤسساتي مسؤوليه. شنو الهدف ديال هذه المؤسسه؟ الهدف ديالك نساعدوا التلاميذ المشاغبين ويفكروا من حلول المشاكل ديالهم. مزيان كيف غادي ود مع الامتحانات؟ الحمد لله كبير دابا دابا من قبل تفكيت بزاف. مزيان باقي لك الوقت قدامك تعرف. المدرسة ما بين القسم والحراسة هز الدفتر والكراسة وندور في أرجاء الساحة وندور في أرجاء الساحة كل شي شبعني هدرة انت ما باغي تقرا كل شي شبعني هضرا انت ما باغي تقرا وبغيت نبدل هاد النظرة وبغيت نبدل هاد النظرة اشهد شي يا ولدي راها بلادك وبلادي بغينا نكونوا يد وحدة أنا أستاذ اليوم ومعول عليك غدا أنا أستاذ اليوم ومعول عليك غدا ولا تنسى لا تنسى القصة منك تبدا القصة منك تبدا.